زان السماء فكان بدرا نيرا، هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتنصهر من هيبته الجبال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الرجال شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، من تهون بذكره غاية الأثقال وترخص لرؤيته الأرواح والأموال، النور الدائم ما تعاقبت الأجيال، اللهم صل عليه وعلى الآل وكذا الأصحاب علينا معهم برحمتك يا كبير يا متعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الكرام مع لقاء جديد من برنامج اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان في كل يوم لنا وقفة مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة قد لا تخطر على بال أحد، هناك عبادة قل إن شئت إنها غير مشهورة، غير معلومة، غير معروفة. هذه العبادة اسمها عبادة الاقتصاد. عبادة الاقتصاد، يعني عندنا عبادة اسم الاقتصاد في الإسلام؟ نعم لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى هذه العبادة لتكون جزءا من النبوة. الاقتصاد، نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 45 جزءا من النبوة. ونحن دائما ندعو إلى الغوص في أسرار الأرقام في الحديث النبوي الشريف، علم لم يخدم كاملا بعده، أسرار الأرقام. يعني ليش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هون قال من 45؟ العبادة الاقتصاد، عبادة الاقتصاد عبادة عظيمة يا كرام. هل تعلم أن هذه العبادة هي حل عظيم، حل فردي وحل جماعي وحل دولي وحل أممي وحل عالمي لمشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد والعباد في كل زمان؟ هي الاقتصاد نفسه. نعم، اليوم يا كرام العالم بأسره يعاني من أزمات وأزمات على مستوى الموارد، أزمات في المياه، أزمات في الغذاء، أزمات في الطاقة، أزمات في الكهرباء. هذه المشاكل، هذه الموارد العظيمة الكبيرة الناس تعاني منها مشاكل كثيرة تكثر عندنا، أزمات المياه، أزمات في الغذاء، أزمات في الكهرباء، أزمات في الطاقة. ما الحل؟ من هم أقطاب المشكلة أصلا؟ نحن ما لنا دخل. من أقطاب المشكلة؟ ما لنا دخل. من أقطاب الحال؟ أقطاب الحال هم اثنان لا ثالث لهم، في كل مكان، في كل زمان، في كل دهر، في كل عصر، في كل مصر أقطاب الحل اثنان: الشعوب وإداراتها، المجتمعات والحكومات، الرعية والرعاة، الجهات المسؤولة والناس. دائما في كل زمان هم هذولا أقطاب الحل. أي مشكلة عامة من يحلها؟ إما الحكومة إما الشعب وإما اثنينهم. عبادة الاقتصاد عبادة في منتهى الأهمية. شنو علاقة هذا الكلام مع عبادة الاقتصاد؟ يا كرام الأزمات التي عندنا، التي لا أقصد في بلدنا، في العالم، التي نعاني منها في هذا الزمان، أزمات من أقطاب الحل لها الحكومات وشعوبها. الحكومات تؤدي الذي عليها، والشعوب عليها من يؤدون الذي عليهم. زين، سؤال: إذا الحكومات ما أدت، ما الشعوب لازم تؤدي؟ يعني إذا قصر أحد الأقطاب في حل المشكلة لابد القطب الثاني لا يقصر، ينبغي له لا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا ونبهنا إلى خط مستقيم ومنهج عظيم في التعامل مع الأزمات الصغيرة والكبيرة في المجتمع الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الحكيم قال: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لا تدحق هاي صوت فلان هم لازم يحلوها، لا لا، أنت شنو واجبك؟ الإسلام يرتقي بيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من موقعك يا مسلم أدي اللي عليك، تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب ما الحال؟ ما الحل مع الأزمات، مع أزمات المياه، الغذاء، الطاقة، الكهرباء؟ الحل عبادة الاقتصاد. عبادة الاقتصاد هي الحل. نعم يا كرام هذه العبادة عظيمة عظيمة عظيمة. معناها بالعامية أن تتعامل مع الأمور باعتدال،
معناها ببساطة أن تتعامل مع النعمة بمبدأ الحفظ، أن تحفظ النعمة مهما دقت، أن تحفظ النعمة مهما صغرت، أن تحفظ النعمة مهما قلت. وهذا الخلاصة الاقتصاد، أن تتعامل مع النعمة الصغيرة كأنها ثمينة، كما أنك تتعامل مع النعم الكبيرة. عبادة الاقتصاد أن تتعامل مع الموارد الخاصة والعامة بمبدأ الحفظ. ليش؟ لأن تتعامل مع الموجود بمبدأ الحفظ خشية أن يتحول إلى مفقود. أي موجود عندك، أي شيء من النعم هو موجود عندك، أي شيء من النعيم موجود عندك، أي شيء من إحسان الكريم موجود عندك، تتعامل معه بمبدأ الحفظ حتى لا يتحول الموجود إلى مفقود، حتى لا يتحول الموجود إلى مفقود. هو هذا مبدأ عبادة الاقتصاد. ولو تأملنا في حياة الناس جميعا لوجدنا أن المجتمع أو أن الإنسان على مستوى البيت اللي عنده مبدأ الاقتصاد، عبادة الاقتصاد، ما يخسر، ما يفلس، ما ينتكس، لأن التعامل مع النعمة الصغيرة والكبيرة معاملة الحفظ. أن تتعامل مع الموارد بمبدأ الحفظ، أن تتعامل مع الموجود بمبدأ الحفظ، بمبدأ الحفظ حتى لا يتحول إلى مفقود. وشوف، تعال طوف معانا في أمثلة أخذناها عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تخيل صحابي اسمه سعد، عايز يتوضى، وبالوضوء يكثرون من وضوء 3 مرات، ويكثر بالماء ويطلع بالماء والوجه ولاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال، مر عليه وهو يتوضع عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ أنا عاد أتوضع، عاد أدي عبادة، والماء أمكثره. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. والله والله هذا الكلام يدرس في الأمم، يدرس في الأمم المتحدة، في كل الجمعيات. النبي نبي العرب، نبي العالم صلى الله عليه وسلم، يقول لأتباعه: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. أي دستور يقول هذا الكلام إلا العظيم صلى الله عليه وسلم؟ يعلمك أن تتعامل مع النعمة العامة المفروشة المبسوطة، الماي، ماي نهر جاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسرف حتى لو كنت على نهر جاري. صلى الله عليه وسلم، أن تتعامل مع الموجود بمبدأ الحفظ حتى لا يتحول إلى مفقود. عبادة الاقتصاد تحل المشكلات العالمية، لأن أنت تخيل الإنسان من بيته بدأ بالحفاظ على الماء، ما راح يصير إسراف، ما راح يصير بذخ، ما راح يصير تبذير. وكذلك الحال مع كل النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأكل. يا جماعة، ما ثمن اللقمة، اللقمة الواحدة في الطعام شنو قيمتها؟ شنو ثمنها؟ شنو تأثيرها على الاقتصاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أم لاحظين الحبيب الطبيب عليه الصلاة والسلام أنه ما تكلمنا في زاوية من زوايا الحياة إلا نوره موجود صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. خلينا نقف مرتلة صلى الله عليه وسلم، لقمة، لقمة إذا وقعت، لقمة إذا وقعت، أي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تأكل ووقعت زيتونة بالأرض، شو تسوي بها؟ عادة الزتة، إذا أكو منه ما ينزل يشيله أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تشيله وتميط عنه الأذى وتأكله ولا تدع للشيطان. إلى هالدرجة حفظ التعامل مع النعمة، مع الموارد، إلى هالدرجة. نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصحابة: وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسلت القصعة. أن نسلت القصعة بالعامية بالمصلاوي يعني يمسحون الطاوة، يمسحون المواعين بالأكل، يأكلوها، يعني ما يبقون شيء بالماعون. أن نسلت القصعة صلى الله عليه وسلم، لهالدرجة. ثم كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامكم البركة. يقول أنت الطعام بينه بركة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام السفرة ينزل بها قطعة من بركة، قطعة من بركة تنزل، فما تعرف القطعة هاي في أول الطعام، في وسطه، في آخره، بأيما لقمة من اللقم موجودة البركة صلى الله عليه وسلم. لا هو عليه الصلاة والسلام يجيب لنا مثال بعد أعظم من القول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يلقي تمرة في الأرض، يا جماعة، تمرة في المدينة المنورة اللي مملوءة بالتمور، يعني أنت إذا زدت طن تمر ما يأثر، يشيل التمرة صلى الله عليه وسلم
ويقول لولا أني أخاف أنها من الصدقة لأكلتها. هذا بين درسين هذا الحديث، طبعا دروس كثيرة بس اللي نحتاجه اليوم. الدرس الأول أن نتعامل مع المال العام. يخاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا التمر من الصدقة فما يأكله. التعامل مع المال العام، يعني تمرة من مال العام ما يصير تأكل صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن تحفظ التمرة من أن تقع، أن تحفظ النعمة، ما ينبغي للنعمة أن تكون في الأرض. أن نتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شلون أخذ ثمرة من الأرض. ناخذ فاصل نصلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم نعود. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللؤلؤ والمرجان. نتكلم اليوم عن عبادة الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وسلم يجد تمرة في الأرض يشيلها ويقول لولا أني أخاف أنها من الصدقة لأكلتها. حرص على المال العام، ثم إشارة إلى النعمة لا ينبغي أن تترك في الأرض، لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يفوت في يوم في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه، بيته حجرة عائشة، ويشوف كسرة خبز والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليها. شوف الرواية، طبعا الرواة الله يرضى عنه يعملوا لك تصوير للحدث، فيمشي إليها فيلتقطها، يأخذها من الأرض كسرة الخبز فيأكلها صلى الله عليه وسلم. ويرجع يقول لسيدتنا عائشة ويعلم جميع نساء ورجال الأمة الشريفة، يقول عليه الصلاة والسلام: أحسني جوار النعم فإنها قلما ذهبت فتعود إلى أصحابها. يقول النعمة إذا تروح ما ترجع. يا جماعة اللي يبذرون اللي يصرفون، وأهل الاقتصاد عندهم كلام جميل، يقول اللي بيع اللي يشتري أي شيء حتى ما يحتاجه راح يجي يوم يبيع الأشياء اللي يحتاجه. اللي يشتري أي شيء ما يحتاجه، الطفل اشتهى فلان شي اشتغى أكل زيد انطر ما يخالف، أكو فلوس، أكو مصرف، أكو من يصرف. اللي يشتري اللي ما يحتاجه راح يجي يوم يبيع اللي يحتاجه. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك ليش. سيدنا موسى نفس الكلام، لأن الإسراف السلوكي، لأن الإسراف السلوكي يسوق ويستدرج الإنسان إلى الإسراف العقدي، يوقع الإنسان بالإسراف العقدي، نسأل الله العافية. لهذا سيدنا موسى قال رب العالمين يحكي لنا على القوم، سيدنا موسى عايش يحكي مع قومه عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. الإسراف العقدي من يجي؟ من الإسراف السلوكي. وأن المسرفين هم أصحاب النار. إن رب العالمين كلوا، يقول جل جلاله كلوا اشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. باب السلامة الاقتصاد، هذه ابن موسوعة ابن أبي الدنيا يذكرها في كتابه، باب السلامة الاقتصاد. الناس اللي مدبرين ما يقعون، الناس اللي مدبرين ما ينتكسون، الناس اللي مدبرين ما يفتقرون ما يفلسون. باب السلامة الاقتصاد. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أنفق درهما في غير حقه، يعني في غير حاجة، فهو سرف. يا جماعة الدرهم يعني الربع بزماننا، إذا الربع زتيته يعني صرفته بأي مكان هكذا، سيدنا ابن عباس يقول هذا سرف. يعني خلي فلوسك بمكانه، خلي النعمة بمكانه، أعرف قيمة النعمة. هكذا يعلمونا الله يرضى عنهم. أبو جعفر المنصور معروف يوم من الأيام عياكل، فمنه معانه ابن أخونه خالد، فابن أخونه عياكلون، فشال لقمة خلاها بصفحة يعني عشان زدت على الميز. فعمه انتبه علينا أبو جعفر المنصور، قال له إيش بها هاي اللقمة؟ ليش زتيتها؟ قال إن فيها شعرة، ما أريد أوقع بها شعغاي. فأبو جعفر المنصور شال اللقمة نفسه وشال منه الأذى، شال وأكلها. أبو جعفر إذا أشر بصباعته تمد له سفرة مد البصر مما لذ وطاب، يشيل هاي اللقمة؟ إيش هاي اللقمة؟
يشيل اللقمة ويشيل منه الأذى ويأكله أبو جعفر المنصور، ثم قال لابن أخيه: لقد أفسدتكم الكفاية، لقد أفسدتكم الكفاية. صح عندك مقدرة والله مكنك وتقدر تشتري وتشتري وتشتري، لكن دير بالك لا تقع بالسرف، إنه لا يحب المسرفين. خالد بن صفوان غني جدا، واشني الفلوس يخليها بمكانه، يعني ما يصرف، ما بذاخ، ما مبذر. فقالوا له: فلوسك كثيرة ونفقاتك بمكانه، ما عود تصرف يمين ويسار، اصرف. فقال: إن مالك عريض. قال: فلوسك، المال اللي عندك عريض. فقال: وإن الدهر أعرض منه. قال: لا، الدهر أعرض منه. التفكير للمستقبل، التفكير للمستقبل، حتى لا يقع الإنسان بالإسراف. أحيانا كثيرة لما نرجع إلى مشكلتنا الأولى اللي تكلمنا عنها، المشكلة العالمية، مشكلة الماء، مشكلة الطاقة، مشكلة الكهرباء، مشكلة الغذاء، كلها كيف تتعالج؟ حين الإنسان حين يقوم الناس بالتقنين، حين يقوم الناس بعبادة اسمها الاقتصاد. إذا اقتصدوا أفلحوا. تعال إلى هاي الوصية العظيمة. هذه الوصية يحكي لنا سيدنا سلمان الفارسي، وصية من ذهب، من رجل كله ذهب، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. القصة كالآتي: سيدنا سلمان الفارسي قال: أتيت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرضه الذي مات فيه. دخل سيدنا سلمان الفارسي على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرضه الذي مات فيه، ذول الصحابة أذكياء. فقال له سيدنا سلمان سيدنا أبو بكر، قال: أوصني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تخيل سيدنا أبو بكر ليوصي أصحابه بالأيام الأخيرة لوفاته رضي الله عنه وأرضاه. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لسلمان: إن الله فاتح عليكم الدنيا، فلا يأخذن منها أحد إلا بلاغا. عيد، لازم تنعاد هاي الوصية، لازم تنعاد: إن الله فاتح عليكم الدنيا، فلا يأخذن منها أحد منكم إلا بلاغا. أتريد تتعامل مع الدنيا أفضل معاملة؟ أتريد الدنيا ما تتقلب عليك؟ أتريد الدنيا ما تتغير عليك؟ أتريد ما تفتقر، ما تفلس؟ خذ بهاي الوصية: فلا يأخذن منها أحد منكم إلا بلاغة. خذ الشيء الاقتصاد، تعامل بمعاملة الاقتصاد. الاقتصاد عبادة. كلمة الاقتصاد بمعنى الاعتدال، بمعنى التوازن مع النعم، بمعنى التعامل مع الموجود، مع النعم الموجودة، بمبدأ الحفظ، حتى لا يتحول الموجود إلى مفقود، حتى لا يتحول الموجود إلى مفقود، حتى لا تتحول الموجودات إلى مفقودات. كثير من الناس تغير بهم الحال، سببها عدم الاقتصاد. الاقتصاد عبادة ثمانية، ولا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. الزمان في تقلب، والدنيا في تغير، والإنسان إذا استطاع أن يتعامل مع هذه الدنيا بمعاملة البلاغ، بمعاملة الاقتصاد، بمعاملة الاعتدال، بمعاملة كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، بمعاملة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفين أصحاب النار، المعتدلين هم أصحاب الجنة، الذين يتعاملون مع النعم معاملة الموجود. تكلمنا اليوم أيها السادة عن عبادة جليلة موجودة في كثير من الناس، والدعوة اليوم للي عنده هاي العبادة أن ينويها عبادة. اللي عنده مبدأ الاقتصاد، اللي بحياته مقتصد ويتعامل مع النعم باعتدال، انويها عبادة. لأنه وارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 45 جزءا من النبوة. واللي ما عنده هاي العبادة خلي يحرص على متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ختاما نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء،
النيرة هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا.